والله الشمس بطلع فيها ده يا رب تطلع نشي. شوف ايش بيطلع. وهيك يا جود بنكون خلصنا من الدروس ان شاء الله تطلع الاول. يلا اليوم بدك تجيب لي هديه. اذا طلعت الاول بجيب لك هديه ماشي؟ ماشي. يلا هلا روح العب مع اصحابك وبالليل بنكمل الدراسه. يلا قوم. اليوم. شاطر انت اشطر واحد حتطلع الاول ان شاء الله. يلا روح العب مع اصحابك حبيبي شاطر. باي يا ماما شاطر. باي يا ماما بدي اروح احكي لاصحابي اللي بتجي لي هديه عشان بدي اطلع الاول. باي. الله معك يا ماما يا حبيبي ان شاء الله بجيب لك احلى هديه بس تجيب الاول. مع السلامه. والله ما عارفه كيف بدي اجيب له هديه. معناش مصاري وبده يجيب هدية إذا جاب الأول. إن شاء الله بتتدبر. مين؟ أنا جودة. شو هذا معك الشيبس؟ هذا شيبس بتلاقي فيه مربح بتلاقي فيه حاجات بتضرب فيها. سنة. ولا طلع لي. طلع لي مربح. مربح؟ آه. طلع لي مصاري. لا يا حبيبي روح اشتري انت وكل روح تاكل لحالي. هاي طلع لي مصاري كمان عندي دشت كمان كثير. روح اشتري بديش طعميك. روح اشتري ماشي. لا روح اشتري شيبسي كبير. روح اشتري يمكن يطلع لي هدية احسن منك. طيب يمكن يطلع لي 100 شيكل. طيب نشوف ان شاء الله ما يطلع لك شيء. ماما ماما ايش في ماما ايش في؟ في شمس بنسب جوائز. وشو هذا الشمس من وين؟ شمس يا ماما بكون فيهم لعبة. طب انت ايش بدك يعني جاي تحكي لي ايش بدك؟ بيجي فيهم جوائز. اعطيني يا ماما. شو اعطيك؟ اعطيني مصاري. معي شي ماما من ولي مصاري؟ والله ما معي ولا شيء. كان من وين بتعطيك؟ ما انت شايف الدور فاضي ومش فيها حاجه. عطيش مره مصاري. يا خبت علي يا ماما، والله لو معك انا اعطيتك ما كانش في غير 2 شيكل وشريت فيهم خبز توي، والله ما في ولا شيكل في الدار. خلص يا ماما مش مشكله. علي يا ماما، والله أنا عارفة إنه شفت أصحابك وبدك زيهم، بس من وين أجيب لك؟ والله ما معي. ليش يا ربي هيك؟ كل أصحابي راحوا مصاري إلا أنا وماما، يلا مش مشكلة، الله بفضل. جود، ليش زعلان يا ماما يا حبيبي؟ أنا عارفة إنه نفسك تجيب من الشيبس اللي جابوه أصحابك. بس والله لو معي كان عطيتك. ما تزعلش الله برزقنا ان شاء الله. ان شاء الله اكيد اكيد الله حيرزقنا وحجيب الشيبس اللي نفسك فيه. ماشي ماما ما تزعلش. ماشي يا ماما ما بديش بديش. يا ريت معايا والله كان عطيتك. خلص يا ماما ما بديش اصفر. حبيبي يا ماما. هي بسأل مين بدق الباب بدي اقوم اشوف. صار مين جاي علينا؟ مين؟ أنا. يلا جاية. يلا يلا جيت. وينك؟ أهلا وسهلا يا أخوي شو أخبارك؟ أهلا وسهلا الحمد لله. أهلا وسهلا نورت والله. وين يا خالو؟ كيف حالك؟ حبيبي يا خالو. أهلا وسهلا. أهلا فيك كيف حالك؟ بدي أجيب لك كرسي والله معلش عشان بعنا الكنب فبدي أجيب لك شيء تقعد عليه. لحظة شوي. والله نورت أهلا وسهلا. تفضل. تفضل. تفضل يا اخوي الله يسلمك. وش اخبارك؟ والله الحمد لله تمام. ايش عندي؟ كيف هالعيشة؟ ماشي الامور، ماضيينها يعني الحمد لله. يلا الحمد لله. تمشي انت عارف يعني الوضع. وكيف الوضع عندكم؟ والله الحمد لله ماشيين الامور يعني ايش بدنا نقول؟ نشكر ربنا. الحمد لله والله على الكل مش عليكم يعني. ليش واقفين يا خالو؟ تعال تعال اقول لك. لليوم انت ما طلعتلكش الشنب يا خالو؟ خذ هاي الشيكة يا خالو امسك. تفضل. هي عن جد شاكر؟ اه يا خالو ايش يعني؟ شاكر يا
اقدر اقدر يعني اقول له حبيبي يا خالد. حبيبي يا خالد. يلا حبيبي روح جيب بدك اياه، روح اشتري يلا شاطر. طيب يا اختي بدك مني شيء عشان انا بدي اروح امشي؟ والله يا اخوي انا عندي مبسوطين خلي. لا انا كنت ماشي من هنا عندي مشوار اصلا، فقلت امين اسلم عليك واشوف. معلش اعذرني والله كان نفسي اعمل لك شيء بس لا مش مشكلة مش مشكلة تفضلي خليك والله انا عندي. لا مش مشكلة لا لا تسلم والله لا والله ما بدي منك شيء يا اخوي والله لا مش خير يلا سلم ايديك الله يخليك يا رب سلم الله معك مع السلامة يا اخوي الله يرزقك ويعطيك يا رب تسلم كثير سلم سلم الله معك الحمد لله ربنا رزق. طب يمكن طلع لك نشوف؟ هشام لا انت متأكدي ماما هذا الشيبس هو تبع الجوائز؟ اه طب ليش هيك ما طلع الكاش انت هدية وجائزة؟ طلع ليش بعرفش طب معقول هو الزلمة ده حكى عليك ولا انت مش عارف؟ لا انا مش عارف يا الله كان نفسي يطلع لك هدية انا نفسك فيها والله نفسي بالهدية خلص يا ماما نصيبك ما يطلع لك شو اعمل يعني؟ ما فيش تعالي نقول له ما فيش فيه خلص مش حيرضى الزلمه يرجع لك اياه تاني عشان ما نفتح فيش المشكلة احنا فتحنا الكيس وفاضي يعني لو في كان طلع يا ماما فيش خلو اعطاكي مصابر؟ يا ماما اعطاني حتى أعطيك تشتري واحد تاني تشوف يطلع لك جائزة ولا لا؟ طيب ماشي بس مرة بس واحد عشان معناش مصر نجيب أكل للدار ماشي؟ خذ يلا جيب واحد وإن شاء الله هلا نطلع لك جائزة يلا روح حبيبي يا رب يطلع له جائزة ولد ويفرح نفسه فيه مين؟ تعال جوز محمد قال لماما ما فيش كان في تعالوا ترى الزلمه اللي انت رحت عنده ما فيش مربح بالشيبسي؟ اه تعال نشرب يلا يلا امشي متأكد يا محمد انه في جوائز؟ شو هاي طلع الجائزة صح امشي شوف الزلمه طول هالولد وين رايح؟ معقول رايح مكان اللي مش عارفاه؟ طول كثير شو هذا شفتي ماما؟ شريت الشيبسي المرابع بس مش متأكد هذا هو نفسه؟ تكون متخربط لا ما بدش يا رب يا رب يا رب يا جودي ماما يطلع لك هدية يا رب يلا خلينا نفتح مع بعض شوي شوي اه حبيبي حبيبي جود حبيبي
يلا خلينا ناكل شيبسي مع بعض.